شهر النسوي يعني احد الطالبات اللي فعلا اللي شاركوهم انت اول يعني مره ثانيه وانت كتشاركي معهم اول مره حيت ما شفتي الاعلان المره الاولى وقلت ضروري خصني نشارك في الحمله ديال التنظيف. نعم وكيفاش جات؟ هذا راه الحقيقه تطوعيه يعني جات فكره من عند السكينه ديال المدينه ذات هذه المبادره هذه ان كل يوم الاحد يكون واحد الورش ديال النظافه من اجل تحسيس المواطن والمواطنات لانه واجب علينا ان نقوموا بالنظافه. النظافه ماشي هي غير في البيت وانما حتى في الشارع ديالنا نحاولوا ننظفوهم وكنطالبوا كذلك المسؤولين بالالتفات لهذه المدينه لهذا الارث. تحية للفيلا مدينة العرائش درج سيدي عبد المسيد سيدي عبد الكريم هنا كان شي جامع هنايا أنا زنقة الثور الأعظم هذا هو يعني الشارع الرئيسي أو داخل المدار السياحي. المدينة العتيقة ديال العرائش بحال حيت أننا كما شفتوا يعني ما عندناش شي دعم ولا ما حنا ما لا جمعية ولا أي جهة سياسية حنا فقط شباب مدينة العرائش عندنا الغير على المدينة ديالنا خروج أننا نجمعوا السبل اللي كاينة في المدينة العتيقة وطلب ديالنا للساكنين أنهم كاملين بهم خصوصا ساكنة المدينة العتيقة كل واحد إذا نقى حدا الباب ديال دارو راه غتكون المدينة ديالنا غتمشي مزيان. طبعا خصنا نحيدوا هذه الفكرة ديال حيت رجع أننا نسيبوا الزبل في الأرض رجع شي حاجة لا إرادية. نعم أنتم إذا دابا أنت فنان وكتشتغل على مجال الصورة. نعم. والصورة هي كتعطي واحد التعبير على يعني الفضاءات والجمالية ديالنا. وأننا ملي كنجيو نصوروا مثلا شي معلمة تاريخية ولا شي حي من الأحياء الجميلة ديال المدينة لأنه غيكون عنده واحد التأثير باش يجبد واحد السياح أو واحد الناس باش يجيو من برا المدينة يشاركوا هنايا ويشوفوا المدينة. طبعا ما نصوروا حنايا الزبل ما يجي حتى واحد فهمتي. طبعا شي على الطريقه المغربيه وفي نفس الوقت كنلقاو مجاوره للدار اللي عندها البلكونات على برا والنوافذ كبيره وعندها واحد الملامح اللي هي اوروبيه ورميم يعني خصها ترميم خصها نظافه ونظرا لواحد مجموعه العوامل عرفت اهمال اللي هو كبير وقوي ومع ذلك لا زالت تحيا لان ما يمكنش نتصوروا مدينه العريش بلا مدينه عتيقه. لا. يعني لا يمكن لان المدينه العتيقه العريش هو واحد الكتاب مفتوح على التاريخ وعلى يعني التاريخ يعني الحديث والتاريخ الوسيط والتاريخ المعاصر. هو الشعب هو اللي كيقوم بهذه المسائل هذه فهمتني المتطوعين بحال هذو بحال الشبان بحال اللي كيشطبوا الزناقي وشطبوا الريخيستروس دابا بحال هذاك راه عامر فهمتني هذيك دابا ضروره هذيك دابا في الشتوى كيبقى يفيد. ما كيجيوش الشركه هنا ينقيو هاد البالوعات خصك تعمل الطلب وتتسنى. كتعملوا الطلب وكيستجوا ولا ما كيستجبوش؟ كيستجوا ولكن واحد المده طويله. نعم. المده ديال 10 ايام تي كيكون ديك الشيء فاض ومشى. وفوقاش كيكون اخص ملي كطيح الشتا كتجي الحمله كتهبط ديك التراب وكيهبط المخلفات كامله كتولي تهبط وتدخل في الريخيستروس. كل شيء زبال ولا شي حاجه كيتخنق هادشي. اذا خص الاخص فوقاش مستوى التدخل خص يكون ملي طيح الشتا ولا فوقاش خص يكون دائما ولا ولا اخص ملي تكون طيح الشتا؟ نعم اخص في الشتاء قبل ما طيح الشتاء لان نورمالمون الا كان غادي يزيد هذا تبقى فيضانات ولا شي حاجه خص ضروري قبل التدخل قبل مستوى التدخل يكون قبل الشتاء قبل ما ومن بعد الشتاء ثاني باش يكون لا كان شي شي حاجه عارف وانتم الجمعيه ديالكم هنا كيقوموا بشي بالضبط هنايا ما عندنا لا جمعيه لا والو كل شي جمعيه في الحي هنايا هنا الحي والو الجمعيه هي اللي كتسيب الزبل شوف شنو كيديروا دابا كيبان بان هاد زنقه الصدر الاعظم ولا عليه واحد الضغط كبير وداك الشيء لان دابا خلاص المدار السياحي وهنا كاين ولاو هنا قهاوي بزاف ولا مطاعم صحي راسها يعني خص واحد تدخل يولي يعني مستوى كبير صحي راسها هنا صحي راسها نعم راسها يبقى من الشرطه ديال البيئه كيكون يعني دابا خص دابا راك خصتي يفعلوا ديك القوانين اللي كاينه الشرطه ديال البيئه ما كايناش علاش يعني باقي ما فعلوا حتى شي حاجه باقي ما شفنا والو كيما كتقول انت ملي عيي باقي ما شفنا حتى شي حاجه
ملي غادي يتدخل يعني شكون اللي غادي شكون اللي يتدخل كيخصم المجتمع المدني هو اللي يقوم بهذه المسائل هذه. نعم المجتمع المدني وقدم لي هذاك السميه ديالك انت انا تسولي عبد الخالق سوري حرومات والله يا ودي وانتم كتشوفوا الديور هنا الناس كتريب عليهم الديور كاملين مشقوقين علاش ما كيرموا لهمش المدينه ديال المدينه القديمه ديالهم والمنازل ديالهم نعم اذا الدار هذه تقرط علينا دابا قنبله موقوته دابا انا حاضرين مباشره راه ما نعرفش مهدده بالانهيار نعم مهدده ها هي كامله شوف هذه الواجهه ديالها من هذه الناحيه من هذه الجهه هذه وكنلاحظ كاينه شي مخلفات هنا ديال الرزمه والبني هنايا يعني كيطيح كيسكومبرو كيخرجوا هذا عاد كيخرجوا كيخرجوا ها نخليكم شويه مع بعض الصور تشوفوهم كيفاش كيتفاعلوا هذا الزبل هنايا كاين بزاف شوف هنايا كارثه بيدنا ياك لا نعم لا حول ولا قوه المهم انا يعني خصني يولي هادشي ثقافه ديال البيئه الناس يوليو عارفين توعيه للناس يعني يكونوا واعيين بها ويوليو ما يرميش هو ما يرميش الزبل ما ينحش الزبل واه وكنشكركم بزاف على هذه المبادره اللي درتو وبارك الله فيكم والله العظيم المبادره ديال المدينه هو المساله ديال البيئه والازبال لانه ما خصهاش عاوتاني مسؤوليه ديال فاعل بحد ذاته ولكن هي مسؤوليه جماعيه ديال مجتمع مدني ديال مواطنين ديال المنتخبين ديال غير ذلك وبالتالي ان تسليط الضوء على هذه الافه هو مهم جدا وصحيه للمبادرات الشبانيه اللي مبادرات قيمه ومبادرات مسؤوله ومبادرات كدل على ان الشباب المغربي شباب لازم نعطيوه الثقه وشباب لازم نقربوا له ان التحدي الاساسي اللي عندنا اليوم هو اعاده ثقه الشباب في بلاده وفي مؤسساته وهنا كيخصنا نسجلوا امر اساسي اليوم خصنا نوع من المسؤولين اللي قريب من الشباب اللي تيستمع للشباب نوع من المسؤولين اللي هو اساسي بالنسبه له هو الشباب لانه بدون الشباب اللي تيشكل 60% ديال المجتمع 60% ديال مدينه العرايش ما يمكنناش نقولوا غدا كاين شي